الله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. لو تصورنا العكس، لو خلقه قويا لاستغنى بقوته عن الله، فلما استغنى بقوته عن الله شذ وانحرف واستحق النار. أما خلق ضعيفا ليفتقر إلى الله في ضعفه، فإذا افتقر إلى الله في ضعفه سعد بافتقاره وسلمت نفسه ودخل الجنة. فأحيانا السلبيات لها أدوار إيجابية خطيرة جدا. إن الإنسان خلق ضعيف بيخاف من مرض، بيخاف من فقر، بيخاف من عدو غاشم، الخوف هذا يلجئه إلى الله عز وجل. القضية دقيقة جدا، أي أمر أمرك الله به إذا طبقته تسعد بتطبيقه، وأي نهي نهاك الله عنه إن تركته تسعد بتركه. لذلك ما من شيء أمرك الله به إلا فطرك عليه، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. أنت حينما توحد ترتاح، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت حينما ترى أنه لا معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة ولا مغني إلا الله، جمعت كل علاقاتك مع جهة واحدة. ومن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. في رئيس إلك بالدائرة ظالم، وفي زوجة متعبة، وفي حرفة قاسية، وفي دخل قليل، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. إن ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. بيد الله الرزق. يتمتع المؤمن بثقة برضوان الله، يتمتع بحالة أمن لا يملكها إنسان آخر. شخص يطوف حول الكعبة بعمرة، نعم، وراء أحد الأئمة الكبار قال له: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه أن أتمنى رضاه؟ قال له: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. بدك الكلام الدقيق والعميق، علامة إيمانك أن ترى ترضى عن الله في كل أحوالك. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. حسن الظن بالله ثمن الجنة. فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب